أهلا أعزائي الطلاب، أتمنى تكونوا بخير وعيد سعيد عليكم. اليوم موضوع جديد عندنا اللي هو اليونت الثالث، الدرس الخامس والسادس والسابع. The fastest living animal. طبعا تذكرون بداية اليونت الثالث أخذنا مقدمة لليونت الثالث، لأنه اليونت الثالث راح يتمحور عن الحيوانات والكائنات الحية. فلحد الآن يعني الموضوع حول نفس الموضوع اللي هو الكائنات الحية. The fastest living animal. طبعا تعرفون fast بما معناه سريع، وأيضا لها معنى آخر اللي هو معناه يصوم، اللي هو مرتبط برمضان طبعا. لكن هنا أنا تجي بما معناه سريع، the fastest الأسرع. تذكرون مقارنة وتفضيل fast faster fastest، هذا هنا أنا تفضيل. the fastest living animal، live يعيش، animal حيوان، يعني بما معنى الحيوان الأسرع أو الكائن الذي الأسرع أو الكائن الحي الأسرع. نروح للكتاب ونشوف القطعة اللي حول هذا الموضوع. طبعا هذا الدرس الخامس، the fastest living animal or the fastest living things، اليونت الثالث، الدرس الخامس بالاكتيفيتي بوك صفحة 40 إلى صفحة 42. read the text and then suggest two possible titles for it. اقرأ النص. طبعا هذا لازم تجاوبون عليه في نهاية ما راح نشرح القطع. read the text، اقرأ النص، and then suggest two possible titles for it. ثم اقترح عنوانيا مناسبيا للقطعة أو للنص. have you ever watched the falcon diving؟ طبعا نشوف الصورة، أي diving falcon. dive بمعنى الصقر عندما ينزل بسرعة عالية، يعني لما ينزل حتى يقتنص أو يصطاد كائن ما، كائن آخر. دايفينج فالكون، طبعا فالكون معناها صقر، دايفينج فالكون صقرا، يعني في حالة نزول لاقتناص طير أو لاقتناص كائن ما. Have you ever watched a falcon diving down from the sky؟ هل شاهدت، watch يشاهد، هل شاهدت صقرا نازلا من السماء، يعني نفس هذه الصورة. طبعا they are the fastest things in the natural world، إنهم أو الطيور، هذه النوعية من الطيور اللي هو الصقر، the fastest things، من أسرع الأشياء in the natural world، في عالم الطبيعة. they fly high up، يعني يطيرون إلى الأعلى، and then dive down، ثم إلى الأسفل، to kill a bird or a small animal، لقتل طائر أو حيوان صغير. some falcons، طبعا هذا مهم، هذا هنا أنا، some falcons can dive at 240 kph، كيلومتر 3 hour، هذا مختصر kph، كيلومتر 3 hour، يعني 240 كيلومتر في الساعة. يعني بعض الصقور تستطيع أن تنزل إلى الأسفل بسرعة 240 كيلومتر في الساعة. It is very fast، إنه سريع جدا. مقطع الثاني، more than 1000 years ago، منذ أكثر من 1000 year ago، the people from the desert of Arabia، الناس من الصحراء العربية، يعني طبعا 1000 year يعني بمعنى 1000 سنة،
more than 1,000 years ago, أكثر من 1000 سنة مضت. The people from the desert of Arabia, الناس من الصحراء العربية, desert معناها صحراء. طبعا desert معناها صحراء, وإذا صارت desert يكون معناها يهجر, يعني فقط اللفظ يختلف. The Bedouin used to watch falcons catching birds. The Bedouin, البدو, used to watch falcons. اعتادوا على مشاهدة الصقور تصطاد الطيور and animals for food. والحيوانات للطعام, يعني اعتادوا أن يشاهدون هذه الصقور في حالة يعني الصيد, يعني تصطاد هذه الطيور لنفسها. The Bedouin lived mostly on dates, milk and bread. البدو عاشوا بالغالب, طبعا هذه معروفة, عاشوا بالغالب على التمور, dates. طبعا date بمعنيه, date بمعنى تاريخ, وديت بما معناه تمر. تمر نفسها التمراية, النخلة اللي الشجرة اللي تنتج لنا التمر اسمها palm. palm اللي نفسها راحة الكف, راحة الكف أيضا palm بمعنى راحة الكف وبمعنى نخلة. dates milk حليب and bread والخبز. because it was difficult to catch animals, لأنه من الصعب صيد الحيوانات. and birds والطيور. they then learned how to catch falcons. بعد ذلك تعلموا كيف يصطادون شنو الفالكنز الصقور. soon the Bedouin were eating meat their falcons cared for them. ثم بعد ذلك البدو استعملوا هذه الصقور. how to catch falcons. then or soon the Bedouin were eating meat. بعد ذلك البدو يعني أصبحوا يأكلون اللحم. caught their falcons cut for them. الطيور هذه الصقور اصطادتها لهم, بمعنى وبعد ما تعلموا اصطياد الصقور علموا الصقور تصطاد لهم مو نفسها. their favorite bird was the large long leg هبارة. كان الأفضل أو المحبب لهم هو شنو, هو طائر الحبارة اللي هو موجود هنا عندنا بالصورة. هذا الحبارة ذي هبارة. طبعا احنا عندنا هنا بالعراق طائر اعتقد الأفضل هو الدراج, يعني دائما يصطادون دراج. their favorite bird was the large long legged هبارة. they cooked it, يطبخونه, over a fire and it tasted delicious. يطبخونه على النار. cook يطبخ, it طبعا تعود للطائر, over a fire على النار, fire نار, and it tasted tasty تذوق, وطعمه أو تذوقه delicious, يعني طعمه لذيذ ورائع. the Bedouin used to hunt on camels. البدو اعتادوا على الصيد. used to طبعا كلمة used to يعني اعتاد على. used to دائما معناها يعتاد على. هذه ال used ومعها to يعني هذا مصطلح. hunt on, hunt يصطاد, camels. camel هذه الكلمة يعني أصولها عربية, هي جاية من جمل, يعني camel نفسها جمل باعتبار يعني الجمال بالغالب كانت تستعمل بالمناطق العربية والصحراء. camels هي نفسها جمل. camel جمل. they rode fast as they followed their flying falcons. يعني يمشون بسرعة. رود طبعا يعني معناها يركب بالماضي, المضارع مالتها يكون رايد. they رايد fast هنا أنا ماضي. they رود fast as they follow their flying falcons, بمعنى هم يمشون بسرعة يلاحقون
طيورهم أو صقورهم الطائرة. They are flying falcons. Today, اليوم, falconry is a sport. اليوم يعني هذه العملية الصيد باستعمال الصقور falconry is a sport. إنها رياضة, أصبحت رياضة, يعني لم تعد مثل السابق. مسبقا كانوا يستفادون من عدها في الصيد على مود يأكلون لحم, لأنه من الصعب أن تجد لحم طيور أو صيد الطيور. فاستعملوا شنو؟ استعملوا الصقور في صيد الطيور حتى يأخذوها ويعني يطبخوها ويأكلوها. الآن لا, الآن في الوقت الحالي ما عاد الموضوع صعب, فلهذا استخدموا الفالكنري فقط للرياضة, يعني كهوبي, كهواية. Is sport not a necessity, يعني لم تعد ضرورة. Necessity يعني ضرورة. And many falconers arrive in the desert. والكثير, طبعا انتوا تعرفون, اعتقد قبل فترة كانوا المخطوفين قطريين, كانوا اعتقد بذي قار, كانوا صيادة, اعتقد هيك الموضوع صار قبل تقريبا جو سنة او سنتين. And many falconers arrive in the desert. والعديد من الصيادين يصلون إلى الصحراء. Desert Valley of مثنى, في صحراء المثنى. سامرة أو صحراء سامرة. And the car in Iraq in air-conditioned four-wheel drives. يقول هنا العديد من الصيادين يجون بسيارات رباعية الدفع ومكيفة air condition إلى العراق. ديوان يروح المثنى, سامرة, في قار. الكثير من الصيادين يجون للمتعة. One disadvantage of this sport, أحد مضار هذه الرياضة, is that too many rare birds might be killed. العديد من الطيور النادرة قد تقتل. يعني هذا الصيد غير منظم يؤدي إلى شنو؟ إلى انقراض, to the extinction of many rare birds. يعني انقراض العديد من الطيور يعني النادرة والقليلة. If nothing was done, إذا لم يكن, إذا لم يفعل شيئا ما about this, حول هذا الموضوع, يعني إذا ما سووا شيء حول هاي, يعني ما وجدوا تنظيم معين العملية الصيد هذه, there would soon be no bird left. لن يكون هنالك, أو قريبا لن يكون هنالك طير قد بقى. يعني الطيور هذه راح تختفي, الطيور النادرة بالأخص. However, على أي حال, the government has set up protected areas of bird for birds. الحكومة وضعت مناطق محمية, محميات, مناطق يعني محميات يسمونها للطيور. يعني ما ممكن شخص يدخل هذه المحمية للصيد. People cannot hunt there. الناس أو الصيادين لا يستطيعون الصيد هناك. These safe areas for birds, تلك المناطق الآمنة للطيور, are also good habitats for other animals. هي أيضا مناطق جيدة لحيوانات أخرى. As a result, ونتيجة لذلك, wildlife numbers have gone up and the environment is richer. الحياة البرية, أعداد الحيوانات البرية ازدادت, و the environment, والبيئة والظروف أصبحت أغنى, طبعا بسبب تنوعها. هسا عندنا هذه القطعة, إذا حاولنا إنه نفكك هذه القطعة نشوف أول ما يبدي المقطع الأول اللي هو هذا, have you, لحد 240 كيلومتر بالساعة. هذا المقطع مجرد مدخل للقطعة.
يعني حتى انت من تتعلم من تريد تكتب قطعه اول ما تجي الباراجراف الاول يكون مدخل بشكل عام. طبعا هذه كتابه المقاله بشكل عام، مو بس يعني قطعه شبيهه بهذه او مقاله بشكل عام. راح تبدي ويا او مع المقدمه بشكلها العام، يعني مقدمه عريضه حول الموضوع، بعدين تبدي وجهه نظر تاريخيه more than a thousand years ago، هذه مقدمه تاريخيه هنا. بعدين شنو اللي صار، يعني الوضع الحالي شنو اللي صار الان، اللي هو المقطع الثالث. طبعا عدنا بالمقطع الثاني كيف البدو قبل ألف سنة مضت، والبدو شلون استعملوا الصقور. بالمقطع الثالث اللي هو الباراجراف الثالث نشوف شنو اللي صار الآن بهذه العملية، يعني عملية الصيد، صيد الصقور واستعمال الصقور في الصيد أصبحت رياضة ولم تعد يعني حاجة ضرورية. هذا بالمقطع الثالث. أخير شيء اللي هو المقطع الرابع، المقطع الأخير، مضار هذه الرياضة وماذا فعلت الدولة لحماية هذه الطيور وحماية البيئة. هذا بشكل عام. نجي على شنو؟ نجي على أهم الكلمات الموجودة في هذه القطعة. The most important words: dive. طبعا تجي verb كفعل وكاسم. أنا مسبقا قال لكم الأفعال أهم من الأسماء. الأفعال يعني أنت كمبتدئ تبدي تحفظ أفعال وليس أسماء. dive بما معناه يغوص، يعني سباح يغوص بالماء. والمعنى الآخر اللي هو الطير عندما ينزل مسرعا. area بما معناها منطقة. necessity حاجة. government طبعا ورقة وقلم وتكتب الكلمات وتكتب المعاني قدامها بالعربي، لأنه أني ما أستعمل العربي، لأنه أنت إذا ما راح تتعب تستعمل العربي أنت شخصيا وتكتب الكلمات ما راح تتعلم. إذا مستعد يعني تتعب ممكن تتعلم بسهولة. government معناها الدولة. environment الظروف. fast قلنا fast طبعا هنا كلية ناون كلية أسماء. area necessity government environment كليتهم أسماء. fast بما معناه سريع وبما معناه يصوم. طبعا يصوم فعل وسريع اسم. ناون وفعل بنفس الوقت، ممكن تجي ناون ممكن تجي اسم ممكن تجي فعل. falcon اللي هو السفر طبعا اسم. arrive يصل طبعا verb فعل. disadvantage اللي هو المضار طبعا هنا verb هنا فعل. disadvantage desert noun وفعل يعني كاسم وفعل noun وverb. طبعا قلنا desert كلفظ desert معناها صحراء. ديزات هنا بس اختلف اللفظ. ديزات صار معناها يهجر. هنا نروح على الأسئلة. check the following sentences حول القطع. طبعا أكيد حول القطع هذه أسئلة مهمة. أسئلة عندنا صح وغلط بالبداية، بعدين راح نروح للأسئلة. check the following sentences اختر أو اختبر النقاط التالية أو الجمل التالية. If the sentence is true, write T. إذا ما كانت الجملة صحيحة اكتب T. If the sentence is false, write F. إذا كانت الجملة خاطئة اكتب F. أول شيء falcon can move faster than any other living things. الصقور تستطيع أن تتحرك أسرع من أي كائن آخر. طبعاً حسب القطعة احنا قلنا هيك يعني اذا صحيح فترو طبعا هذه ترو.
النقطة الأولى true. Before falconry, the Bedouin used to eat a lot of meat. قبل الصيد اعتاد البدو على أكل الكثير من اللحم. هذه النقطة عليكم. كل طالب من عندكم يرسل ليها على التليجرام. هل اعتاد البدو على أكل الكثير من اللحم قبل ظهور الصيد بواسطة الصخور اللي هو قبل أكثر من 1000 سنة مضت؟ The Bedouin enjoyed the food that falcons caught for them. البدو استمتعوا بالطعام الذي اصطاده أو يصطاده لهم الصقر. طبعا هذه truth. Falconry used to be just a sport. الفالكنري يعني الصيد بواسطة الصقور دائما ما كان رياضة. هل هذا صحيح أم أنه أصبح رياضة فقط مؤخرا يعني بهاي الفترة اللي إحنا الآن موجودين وعايشين بيها؟ يعني هل كان قبل 1000 سنة مجرد رياضة؟ أكيد غلط، راح يكون فاص، لأنه فقط بالفترة الأخيرة أصبح رياضة. They would soon be no rare birds because of falconry. There would soon be no rare birds because of falconry. قريبا سوف تختفي الكائنات أو الحيوان أو الطيور النادرة. بسبب شنو؟ بسبب الصيد بواسطة الصقور. طبعا هذه صح. There could soon be no rare birds because of falconry. نقطة 5. نقطة 6. There could soon be no rare birds because of falconry. أيضا صح. نقطة 5. نقطة 6. 2 صح. من التقليل المتشابهات. النقطة الثانية تحلوها وتزوليها. الآن هذه أسئلة وأجوبة حول القطع. Answer the following questions. أجب عن الأسئلة التالية. السؤال بالأبيض. السؤال بالأبيض. الجواب بالأحمر. What are the fastest things in the natural world? ما هي الكائنات الأسرع في العالم؟ الجواب يكون فقط falcons اللي هي الصقور. Falcons. How fast can falcon dive? يعني كم السرعة التي يستطيع أن ينزل بها الفالكن؟ They can dive at 240 kph/h. الجواب هو they can dive، يستطيعون الغوص بسرعة 240 kph/h. طبعا فقط تقول 240 kph/h هي تكفي، هذا راح يكون جواب صحيح. Who are the Bedouin? من هم البدو؟ They are the people from the desert of Arabia. هم السكان من الصحراء العربية. Why did the Bedouin live mostly on dates, milk and bread? لماذا يعيش سكان البدو على غالبا على التمر والحليب والخبز؟ Because it was difficult to catch animals and birds. لأنه من الصعب أن تصطاد حيوان أو طائر. هذا الجواب. What was the favorite bird for the Bedouin to catch? ما هو الطائر المفضل للبدو يعني للبدو الاصطيادة؟ It was the large long leg حبارة. تقدر تقول فقط حبارة، فقط أو long leg حبارة. يعني ما هو كان المفضل للصيد للبدو؟ راح تقول الحبار. How did the Bedouin used to hunt؟ كيف اعتاد البدو على الصيد؟ ناون كاموز، اعتادوا على الصيد على الجمال. Where are many falconers hunting nowadays؟ أين يصطاد الكثير من الصيادين اليوم؟ In the deserts and valleys of مثنى سامراء and ذيقار، في الصحراء ووديان المثنى و
وسمر وذقر في العراق. What is the disadvantage of falconer sport؟ ما هي مضار رياضة الصيد باستعمال الصقور؟ مضارها هي too many rare birds might be killed، الكثير من الطيور النادرة ربما تقتل. What did the government do to protect birds؟ ماذا فعلت الدولة لحماية هذه الطيور؟ الجواب هو the government has set up protected areas for birds، الدولة وضعت محميات للطيور، طبعا وضعت أيضا شروط للصيد لمواعيد الصيد. The government set up protected areas for birds، يعني وضعت مناطق محمية للطيور لا يجوز الصيد بها. نروح على الموضوع الآخر، طبعا هذا اكتمل الموضوع. هنا عندنا دايف. What do these words mean؟ طبعا هنا أنا بداية القطعة أكو سؤال اللي هو المفروض تجاوبه. Read the text and then suggest two possible titles for it. قرأنا النص، الآن عليكم أن ترسلوا لي عنوانين للقطعة هذه، عنوانين مناسبات للقطعة. طبعا حتى تنطي عنوان مناسب للقطعة تحتاج تقرأ القطعة مرتين أو ثلاثة، وأكثر الكلمات تكرارا ممكن تسويها عنوان، حتى في القطعة الخارجية أكثر الكلمات تكرارا ممكن تسويها عنوان. أكثر كلمة تشوفها تكررت شيء بتخليها تقول هذا العنوان. dive معناها قلنا يغوص، نسيتي حاجة كذا من دولة area ذي أخذناها. what do these means words mean؟ lesson 6 الدرس السادس AB 42-43 بكتاب الكراس صفحة 42 صفحة 43. do you care about wildlife؟ هل تهتم بالحياة البرية؟ read questionnaire and follow the instructions. questionnaire يعني استبيان، اقرأ الاستبيان and follow the instructions واتبع التعليمات. caring for the natural world الاهتمام بعالم الطبيعة. how do you feel about nature؟ كيف تشعر اتجاه الطبيعة. choose your answers to these questions and find out يعني اختار، راح نعطينا مجموعة أسئلة وأجوبة، تختار الجواب اللي يناسبك أنت. choose your answers اختار إجاباتك to these questions حول عن هذه الأسئلة and find out واكتشف. طبعا كل راح تكون لعبة هذه، كل واحد يجاوب وبعدين راح نشوف شنو هذه اللعبة. أول شيء what رقم واحد، what would you do if you found a bird with a broken wing in your garden؟ ماذا ستفعل إذا ما وجدت طائرا مكسور الجناح في حديقتك؟ هسه شو تسوي أنت؟ أول نقطة ignore it يعني أتركه أتجاهله. I hate birds أنا أكره الطيور، اللي هي نقطة رقم واحد. إذا خليت على نقطة رقم واحد صح راح نعرف بعدين، كل واحد يختار يعني إما تخلي على نقطة رقم واحد أو على نقطة A أو B أو C خليه صح. tell my parents أخبر والدي I B or C place it carefully in a small box with some soft bedding and feed it warm and fresh water until it got better. أضعه في صندوق صغير وأعطيه طعام وأضعه على فراش ناعم، أعطيه دود and fresh water وماء نظيف until it got better حتى يتحسن. اختار أي نقطة من ذني A أو B أو C. فيما بعد راح نجمع نقاط طبعا، لأن كل اختيار راح يكون عليه مجموعة نقاط حسب اهتمامك بالطبيعة. روح نقطة رقم 2. What would you do؟ ماذا ستفعل
if you found a bird's nest with eggs in it. ماذا ستفعل إذا ما فعل وجدت عشا nest معنى عش with eggs in it. ماذا ستفعل إذا ما وجدت عشا وبيوض بداخله egg بيض يعني عش بيض بداخله. Eat the eggs. تأكل البيوض. طبعا أنا مجربها في مثل الطفل مرة أو مرتين أكلت بيوض. بيوض حمام. وزفرة ما تنقال. فلت جربها أصلا. Take it to school to show all my friends. أخذه إلى المدرسة اللي أريه لأصدقائي. I be. See. Not touch it. And check every few days to see if the eggs have hatched. طبعا هاشت يعني يفرخ. ما ألمسهن وكل يعني كل عدة أيام يعني ورش كم يوم أجي أشوفهن مرة ثانية فرخن هاي سي يعني أتركهن ما ألمسهن وأشوفهن بعد كم يوم كل ما هاي أجي أشوفهن إذا فرخن. ثلاثة If a bat came into your bedroom what would you do? إذا ما دخل خفاش طبعا الخفاش متهم بوباء كورونا واتهام باطل طبعا ما له علاقة. إذا ما دخل خفاش إلى غرفتك ماذا ستفعل؟ أول شيء try to kill it with a broom أكتله بالمكنسة. B scream and run to another room أصيح وأزعق ثم أنهزم وأركض إلى غرفة أخرى. Leave the window open and wait quietly for it to fly out. أفتح الشباك ثم أنتظره بهدوء حتى يخرج. أربعة If you found a spider on your desk إذا ما وجدته spider طبعا عنكبوت إذا ما وجدت عنكبوتا على مكتبك. What would you do? ماذا ستفعل? Squash it with my book. يعني أضربه بكتابي. Scream and ask my friend to kill it. أصيح وأزعق. Scream طبعا يصيح. أصيح وأزعق. And ask my friend to kill it. يعني أسأل صديقي أن يقتله. Carefully capture it in a cup. بعناية أحبسه في كاب في كأس and release it and release it outside ثم يعني مجرد من أشوفه خلي فوق الكأس ثم بعد ذلك أو glass ثم بعد ذلك أطلق سراحه في الخارج. خمسة if you saw a wolf إذا ما رأيت ذئبا طبعا wolf تجمع من تنجمع الأف يقلب إلى V وأضيف ES تصير wolves يعني WOLVES هذه في حالة الجمع هذه مهمة جدا. If you saw a wolf or a wolf in a desert إذا ما رأيت ذئبا في الصحراء what would you do ماذا ستفعل shoot it يعني أقنص عليه وأكتله. Chase it ألاحقه. Stay very still and watch it أبقى ساكنا جدا وهادئ ثم أراقبه. هسا كل واحد من عندكم اختار اختيار هنا ايش راح نسوي كل واحد من عندكم ورقة وقلم ويجمع الاختيار سي بالنقطة بالنسبة للنقاط اللي يختار سي ياخذ نقطتين اللي يختار سي كل الإجابات يعني أي إجابة سي من الاختيارات تاخذ عليها نقطتين بعد ذلك تجمعها الإجابة بي عليها نقطة واحدة يعني هذه هسه مثلا هنا سي leave the window open and wait quietly for it to fly هاي عليها نقطتين هنا بي scream and run to another room هاي عليها نقطة هذه C هنا عليها نقطتين B عليها نقطة C عليها كلية C عليها نقطتين B عليها نقطة A عليها صفر نقطة
أي عليها 0 نقطة. إذا ما حصلت 10 نقاط من 10, if you have 10 points you care quite a lot about wildlife. إذا حصلت 10 من 10 فأنت مهتم جدا بالطبيعة. إذا if you have fewer than 8 points you need to learn more about wildlife. إذا أخذت أقل من 8 نقاط يعني بهذا الاختبار فأنت تحتاج أن تتعلم كيف أو تتعلم أكثر أو مزيد المزيد تتعلم المزيد حول الطبيعة والحياة البرية. بزنا كل واحد إيش قد أخذ. طبعا أنا أعتقد أخذت 8 لأنه مسبقا كنت في هذا الحوار, لكن الآن لا نهائيا. طبعا هذا الدرس السابع, some of Iraq's animals, بعض الحيوانات في العراق. أي هذا اسمه hedgehog اللي هو القنفذ. هذا هنا بي اللي هو البات اللي هو الخفاش. سي سنيك اللي هي الأفعى. سنيك اللي هي الأفعى. دي اللي هو غزال, نفسيته الغزال غزال. اي هذا البيل اللي هو الحيوان الرنة اعتقد فيه شيء. ما شايف فيه حيوان بالبراحة المات. اف جاكول اللي هو ابن آوة. درس الجاي راح ناخذ lesson 8, درس الثامن اللي هو life on the Mars. نرجع لأهم الكلمات اللي موجودة هذا النص. care for يعني يعتني بي. nature اللي هو الطبيعة. break يكسر. find out يكتشف. squash معناها يضرب, يعني بالذات يضرب ب يعني شلون مثلا ورقة تضربها على الطبلة أو في شيء. سكريم يزعق. wolf ذئب, طبعا قلنا جامع مالته wolves. shoot يعني يصيب أو يطلق النار على. egg بيضة. وبعد خفاش طبعا nocturnal معناها يعني طائر يعيش في الظلام. nocturnal يعني طائر أو أي كائن يعني ينشط في الليل. النكتيرنال هو الحيوان الليلي, الحيوان اللي ينشط في الليل. Now thank you and have a nice time. الآن شكرا واستمتع بوقتكم, وتقدرون تسألوني حول هذه النقاط حول الموضوع. شكرا, أتمنى لكم التوفيق.